الأستاذ البحر حكم في رياضة الهوكي على العشب. حضرنا لها التظاهرة المدرسية بمناسبة البطولة المدرسية اللي كتنظمها جهة بني ملال، وأطرنا المقابلات سواء الإقصائية أو النهائية حتى المباراة النهائية وإعلان على الفائزين. وبهذه المناسبة هذه فرياضة الهوكي فهي كتعرف واحد الإشعاع، لأن هذه أول دورة لها في البطولة الوطنية المدرسية، في البطولة الوطنية المدرسية، وحققت واحد الإشعاع والناس بداو كيتساءلوا على هذه الرياضة هذه اللي غيكون عندها إن شاء الله في المستقبل في الدورات القادمة فرق كثار، وغيكون عندها واحد الإشعاع كبير وواحد الممارسة كبيرة والتعرف على جميع الناس اللي حضروا لها التظاهر هذه.